بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ان شاء الله هنعمل حلقة جديدة بطريقة جديدة مختلفة شوية عن اللي احنا متابعينه. النهاردة هنحاول نرسم على صحن او طبق بالالوان اللي هي الثابتة الماركر بطريقة كده ان شاء الله تعجبكم وتحاولوا تنفذوها، والموضوع بسيط جدا وهنبدأ خطوة خطوة. طبعا الأدوات المطلوبة زي ما احنا شايفين اللي هي طبق أبيض مسطح زي ما احنا شايفين كده سادة. طبعا الألوان مختلفة، في القلم اللي هو زي القلم اسمه قلم دوكو أو بيرت ماركر اللي هو فيه بلية من جوه زي الألوان اللي هي خاصة بالسيارات والأشياء دي. هذه نوع، ونوع التاني اللي هو القلم العادي اللي هو القلم ثابت زي الماركر العادي، وفي برضو اللون الذهبي والفضي والاسود، اهم حاجه اللون الاسود. وان شاء الله نبدا بطريقه كده سريعه ونشتغل اول خطوه في الموضوع. الموضوع شويه هيكون طويل وانا هوقف وبعد كده هسرع الفيديو. نبدا باول خطوه. الخطوه الاولى هي نبدأ نعمل التصميم اللي هنرسمه على الطبق. مثلا احنا هنجيب مثلا دايرة كده مرسومة اهي. الدايرة المرسومة دي احنا هنحاول نعمل فيها مثلا حاجة كده سريعة، وليكن هنرسم، يعني خدنا طبعا المقاس اللي هو ادي الصحن اهو، وخدنا المقاس اللي هو الطبق وسط السنتر اللي هو في الطبق، اي شيء بأي دايرة بأي طبق تاني مقلوب او حاجة دائرية يعني او بالفرقال من نفس القياس اللي هنا بناخده. وبعد كده بنبدا نعمل الديزاين اللي احنا ممكن نرسمه في السن في الطبق اللي موجود على التصميم. هنبدا ممكن نعمل كلمه، يعني ممكن ناخد مثلا لفظ الجلاله الله، نبدا نعمله كده. طيب اوكي، دي الخطوه الاولى. بدانا عملنا قررنا نعمل تصميم، اي تصميم احنا محتاجين نعمله، ونشوف المرحله الثانيه بعد كده ان شاء الله. خلاص بدانا اللي عملنا التصميم، وازاي ننقله على الطبق، ننقل الديزاين ده على الطبق من هنا. في طريقتين وفي كذا طريقه ممكن نعملها. ممكن هنجيب الورق الشفاف ده العادي ونحطه هنا كده عادي، ونبدأ نرسم التصميم من على الورقة اللي احنا عملنا عليها الديزاين، ننقله على الشفاف. او ننقل تصميم من تصميم جاهز يكون موجود عندك او انت عايز تعمله. دي طريقة اوكي اهو، تعمل اهو، ممكن نحطه هنا. فهقول لك انا ازاي نحطه على الطبق وازاي نرسمه على الطبق. طيب الطريقه الثانيه اللي احنا هنجيب التصميم ده ونقلب الورقه كده ونبدا نعمل الخلف، نعمل زي الكربون او ماده تنقل الماده من القلم الرصاص، نظلل كل المكان اللي هو في خلف التصميم اهو.
بس نحاول ايه نعبي كويس التظليل عشان ننقل بطريقة كويسة يكون التصميم كامل. ممكن نضغط على القلم نحاول كده نحطه في النور ونشوف كامل ولا مش كامل. لا لا مش كامل اهو، شايفين الجزء ده لسه فوق، بس انا عايز انا كلمة الله بس. فلو هي كاملة خلاص في جزء لسه هنا اهو. هنيجي نشوف تاني بيبين اهو. اوكي كده تعتبر كاملة. اوكي نفس الطريقة التانية برضو نفس الحكاية، واحنا ممكن نعمل على الكلك او الشفاف برضو نفس الطريقة زي ما انتوا حابين، الاسهل ليكوا تعملوه اهو والمتوفر عندك. من الالوان اللي انا وريتها لكم في الاول دي موجوده في المكتبات بس تكون ثابته، لان في بورد ماركر بيتمسح. اهو انا غطيت كل الخطوط. ازاي بقى ننقله على الطبق؟ نشوف المرحلة. المرحلة الثانية هنبدأ نجيب التصميم، هنجيب الطبق طبعا، نشوف نحدد المكان اللي احنا هنشتغل عليه اهو. بس انا قلبته، شوف هنا اللي انا عامل له تظليل، احطه كده بالظبط في السنتر اهو. لو انا واجيب تيب العادي عشان الورق ما يكونش ما يتحركش مني، واعمل كده اهو. حابين تعملوها بالورقه على حسب ما انت بتحب، الورق العادي او الشفاف. طبعا يفضل يكون الشفاف عشان خاطر تكون شايفه اهو. انا هنا كده الكيرف اهو طبق من جوه. نبدا نعمل امشي تاني على الخطوط اللي هي معموله تصميم من الاول واضغط عليها شويه. نتأكد ان احنا ضغطنا على الخطوط كلها. لو غلط يعني مش مهم، اللي انت اهم حاجة يكون التصميم كامل. اوكي واتاكد كده قبل ما اشوف. انا طبعا هو واضح بس على خفيف شويه، لان انا ايه اهو من هنا اهو كمان. نبدا نتاكد ان الخطوط كلها كامله والتصميم كامل، نرفع التصميم وبعد كده هنبدا مرحله التحديد. جبنا القلم المحدد اهو الاسود بالذات، اما يكون اسود، ونبدا نحدد التصميم. خلي بالكم لان ممكن لو جيت ايدك على الخطوط بتاعه القلم الرصاص القديمه اللي هي محطوطه على الديزاين يتمسح، فممكن يهرب منك اللي. بهدوء جدا
طبعا ده التحديد الاول يعني. كده عملنا كلمة الله وحددناها ونشوف المرحلة اللي بعد. المرحلة اللي بعد كده هنبدأ نعمل ديزاين. طبعا انا هحاول اسرع الفيديو لان هياخد وقت شوية في التصميم. هبدأ كده الاول هنعمل مثلا ديزاين هندسي وليكن مثلثات. اللي مش متأكد او شاطر في اللي هو يحدد الادوات دي يعمل برضو نفس التصميم على ورقة خارجية زي ما قلنا في الاول ويعملها كاملة. اوكي مثلا زي كده نحددها وبعد كده برضو يطبعها. انا بوريك بس الطريقة بس سريعة. ممكن يلونها لو هو عايز يحط الالوان او الديزاين الالوان قبل ما يحطها على الطبق. اوكي انا هبدأ اعمل عشان انا اسرع شوية هعملها اوريدي مباشرة. اوكي هعمل كمان مثلث داخل المثلث بهدوء. ممكن تعمله بالقلم الرصاص الاول بعدين تمشي عليه بالقلم المحدد. يعني ممكن تعمل كده نرسم معاك خفيف شوية اهو شايفين انا هقولكم. اوكي هكمل في تعليم القلم الرصاص اهو. اوكي لو حابب يبقى التصميم كده اوكي حابب تحط مثلث تاني برضو هنا وليكن اللي حابب هيعمل مثلث كده هنا داخل هنا اللي مش حابب مفيش مشكلة. هنا مرحلة الديزاين تعتبر خلصت ونبدأ نشتغل بالألوان. في تصميم ممكن تعمله بقى في تحدد انت ألوانك زي حاجة زي كده تحدد ألوانك قبل ما تشتغل. هنشوف برضو الجزء ده اوكي وتحاول تشتغل على هذا الشكل تعمل التصميم الأول قبل ما تنزل الألوان على الطبق عشان ما تغلطش ويبقى فيه مشكلة. هنجيب مثلا اللون الاحمر الاول ونبدا نشتغل بيه. طبعا انا هنا مش هعمل في طبعا هتبدا تتوسخ معاك شويه الاشياء وانت يكون معاك منديل كده وتبدا تنظف عشان ما تعملش على راسك. اوكي نبدا نلون على حسب ما انت عايز. نبدأ مثلا نلون
مثلث اللي هو بيننا الفضل ده اهو كده. نحاول نلون في اتجاه واحد عشان ما يمسحش منك، لأن الألوان دي تعتبر لو رجعت عليها مرة كمان بالقلم ممكن تمسح. نكمل القلم ده، تحس ان هو مثلا نشف منك تحاول تغيره، تحاول تستنى عليه شويه اهو. استنى نشوف قلم تاني. نجيب مثلا لون وليكن الأزرق، نبدأ نشتغل اللي هو الجزء ده. أنا بوريك بس الألوان اللي هي بسيطة، ممكن أشتغل بالألوان كمان اللي هي الدوكو، بس بتبقى متعبة بالنسبة للي عايز يتعلم لسه. لما إن شاء الله تعمل التجربة الأولى بالألوان دي أو بالألوان دي، وبعد كده تبدأ تشتغل بالألوان الدوكو اللي هي بالبلية والألوان، عشان خاطر هي لما تيجي تشتغل بيها لازم ترجها ولازم تضغط عليها، ممكن أنت تضغط تطلع ألوان زيادة معاك، لازم تكون متدرب عليها كويس.
هنحاول بقى نسرع الفيديو شوية عشان خاطر ما حدش يمل والموضوع يخلص بسرعة ان شاء الله نستفيد. احنا سرعنا الفيديو وبعد كده رجعنا تاني عشان خاطر نبدا بلون جديد اللي هو اللون الاخضر. حاول ان انا اعمل اتجاه واحد ما احطش ايدي عليها عشان او لو انا مش متمكن اعمل جزء واستنى اللون، بس افضل انت تعملها كلها عشان خاطر يتعايش اللون كله مع بعضه ويندمج اللون ويتعايش قبل ما يمشي. واضحه الموضوع بسيط. حاول لو احنا عايزين نزود كمان ديزاين نزود برضه مفيش مشكله. انا جبت معايا قلم محدد بس يكون سميك عشان انا احاول ابرز كلمه الله شويه. مش رايكم كده تمام؟ طيب عايزين نعمل ديزاين تاني مفيش مشكلة. هنحاول نستخدم مثلا اللون الذهبي اللي هو الدوب اللي هو بيعمل اللي جواه ديليا، وده انا بعمل كده عشان اللون يكون يندمج مع بعض، لازم اعمله كده كتير. وانا بضغط عليه طبعا انتبهوا عشان لو انا نغط عليه بقوة نزل اهو شايفين زي الفل. انا بحاول اعمل ديزاين كده على خفيف امشي هنا انتبهوا لان الشغل بتاع القلم الدوب ده بيكون محبس عشان ما تغلطش. لو غلطت في حاجه زي التنر كده تمسحه او الجهاز الكرسي.
اوكي ممكن اعمل حاجه تانية لو حابين او نعمل افكار مع بعض اللي حابب اللي مش حابب حسن ما هو عايز طبعا تمام لان هو بليا بتدرب اللون مع بعض نبدا من هنا افضل عشان خاطر نقدر نقسم الترتيب بتاعه كذا طريقه طبعا ايه رايكم تمام حابين برضو تضيفوا تاني ما فيش اي مشكله نضيف تاني إن شاء الله تعملوا حاجات أحلى من كده بكتير إن شاء الله في حلقات تانية أو مواضيع بالنسبة للتشكيل بالعجينة والأشياء دي أوكي حابين تعملوا ايه تاني؟ مفيش اي مشكله. لا. نسرع الفيديو بقى شويه في قلم تاني اهو اللي هو القلم الفضي نحاول نستخدمه برده لما اخدنا الجولد وخدنا السيلفر استخدمناها والالوان العاديه ده ما انت حابب تشتري من المكتبه
شغل اليدوي ده بيدي نتيجة جميلة. عشان في الإضاءة عاملة نهاره لكم على الأول. شوفوه جميل، حاولوا ان انتوا تعملوا احلى من كده وتجربوا، هتغلطوا مرة واثنين، والمرة يعني لازم الواحد عشان يتعلم لازم يغلط في الأول، وبعد كده توروني اللي انتوا هتعملوه على الصفحة على فيسبوك او تبعتولي على القناة. هقول لكم ممكن يتعرض ازاي دلوقتي. العرض بتاعه ممكن تحطه في البيت على رف على شيء، الستاند ده اهو، ده الستاند بيتباع في المكتبة برضو او مكان الادوات المنزلية والتحف، ده اهو بيتقفل ويتفتح. اوكي كده انا عرضته اهو، شايفينه على الستاند، شايفين شكله عامل ازاي. كده انا عرضته اهو، شايفينه على الستاند، شايفين ما شاء الله جميل. تقدر ان شاء الله تعمله احسن من كده باذن الله. يلا ربنا يوفقكم ان شاء الله، توروني الحاجات الحلوه بتاعتكم. يلا السلام عليكم ونشوفكم في حلقة جديدة.